100 يوم من الخريطة إلى اليوم الافتتاح. والله أنا هسا قاعد أنا كل شيء أروح أشتري الوزارة المبالغ المخصصة تقول ما صارت موازنة سنة، من ما تصير موازنة يصير إرباك بكل الدوائر. قمنا بافتتاح هذا المشروع وهي استشارية الأورام في مستشفى الأورام والطب النووي، والذي نفذته دائرة صحة نينوى وكوادرها الهندسية في فترة قياسية هي 100 يوم. هذه الاستشارية هي التي توفر المكان المناسب والراحة لمرضى السرطان لتلقي العلاج وأخذ الفحوصات الطبية. ولكن نحن من خلال قناة المواصلية نناشد دولة رئيس الوزراء والحكومة المحلية والحكومة المركزية والأخوة أعضاء مجلس النواب وكل الخيرين للضغط على منظمة UNDP لإكمال مستشفى الأورام السرطانية، الذي كان من المفروض أن يتم تسليمه إلى دائرة صحة نينوى في الشهر الثاني من هذا العام، لكن لحد هذه اللحظة نسبة الإنجاز في هذا المستشفى هي 19% فقط، ونحن كمحافظة بأمس الحاجة إلى هذا المستشفى، بأمس الحاجة إلى الأجهزة الطبية وخاصة المعجلات الخطية التي تعالج الأمراض السرطانية بالإشعاع. خلال تجوالي الآن في المستشفى استمعت إلى مناشدات من المواطنين وهم يقومون بالتنقل والتجوال بين المحافظات لأخذ العلاج بالإشعاع، ونحن محافظة عدد سكانها 4 إلى 4.5 مليون نسمة لا يوجد فيها هذه الأجهزة، وهناك أجهزة المعجلات الخطية الموجودة في جامعة الموصل والتي تم الاتفاق على أن إدار هذا المستشفى بإدارة مشتركة، وتم استلامنا لهذا المستشفى، والآن الكوادر الطبية متواجدة في هذا المستشفى، لكن للأسف الشديد المبالغ التي خصصت لتسطيح هذه الأجهزة هي مجرد كلام، لا يوجد أي تنفيذ فعلي على واقع الحال. نحن بانتظار، ناشدنا وطلبنا ومن الحكومة المحلية الحكومة المركزية توفير هذه المبالغ لكي تتمكن كوادرنا من تقديم هذه الخدمة، تشغيل هذه الأجهزة، تصليحها، علما أن جامعة الموصل هيئت الكشوفات وهذه الكشوفات أعدت وحولناها إلى محافظة نينوى للإعلان عنها، لكن لحد الآن للأسف لم يتم توفير هذه المبالغ، لم يتم تصليح هذه الأجهزة. هناك أجهزة سوف تنتهي صلاحيتها العمل بها جهازيا لعلاج الأمراض السرطانية، نحن لا نعرف شنو ما هي الأسباب التي تحاول يعني عدم افتتاح هذا المشروع. تم اليوم إن شاء الله افتتاح المشروع الجديد، وهو استشارية أورام مكونة من 4 غرف استشارية بالإضافة إلى صالة لإعطاء الدم وسحب الدم وفتح الملفات بالإضافة إلى الأشعة والسونار. هذه البناية من الجدير بالذكر أنه تم إنشائها من إعداد المخططات إلى يوم الافتتاح في زمن قياسي وسرعة بالتنفيذ لم تتجاوز الفترة 100 يوم. وهذا المشروع أعتقد مشروع ريادي على مستوى دائرة صحة نينوى، نعاهد مرضى السرطان بأن نقدم لهم الأفضل، في النية بناء طابق ثاني لاستكمال كافة خدمات مرضى السرطان في هذا الموقع، الموقع البديل، وننتظر افتتاح المستشفى الجديد الذي تم تأهيله من قبل منظمة UNDP في الجانب الأيمن. سنقدم الخدمات مستمرة في هذا الموقع لحين اكتمال المستشفى الجديد في الساحل.